بنجدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية. معانا نموذج مميز جدا لشاب مصري حصد جائزة المساهمة الدولية المتميزة من أكبر مؤسسة للبرمجة في العالم، وشارك في البطولة الدولية للبرمجة اللي تم تنظيمها في الأقصر بمشاركة 2500 شاب من نوابغ العالم في مجال البرمجة. دلوقتي معانا عبر زوم المهندس محمد مونجي، الحاصل على جائزة المساهمة الدولية المتميزة من أكبر مؤسسة للبرمجة في العالم. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس، وألف مبروك الجائزة. صباح النور على حضراتكم جميعا وعلى مصر كلها إن شاء الله. أهلا بيك، شكرا جزيلا على الاستضافة. اتشرف لينا. لو تكلمنا عن تفاصيل جائزة المساهمة الدولية المتميزة من أكبر المؤسسات للبرمجة في العالم. يعني بدايه يعني احنا في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسه سعاده الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج، يعني عندنا توجه هام جدا مش بس مسابقات البرمجه، مسابقات البرمجه وروبوتكس وكمان طائرات ذاتيه القياده. فاحنا خلال السنين اللي فاتت احنا نعتبر مركز لعده مسابقات دوليه، من ضمنها مسابقه الاي سي بي تي اللي قمنا بيها في الاقصر بتواجد 2500 شاب من 111 دوله. فالحقيقه احنا حتى مسميات الكليات في الاكاديميه بنلاقيها كلها فيها تكنولوجيا، يعني نشاه الاكاديميه زي ما حضراتكم عارفين الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي احد المنظمات المتخصصه لجامعه الدول العربيه، منظمه غير حادثه للربح، فيها اكثر من 13 كليه و55 تخصص. فالنشاه مثلا مع كليه النقل البحري بنلاقي اسمها كليه النقل البحري والتكنولوجيا، كليه الاداره والتكنولوجيا، كليه الهندسه والتكنولوجيا، كليه الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. مؤخرا كمان عندنا كليه الذكاء الصناعي في مقر الاكاديميه العربيه للبنيه العالميه الجديده وخرجنا منها اول دفعه. فده كان السبب ان احنا عندنا مركز اقليمي للمعلوماتيه في كل مسابقات البرمجه والروبوتكس. يعني واحنا بنتكلم حاليا عندنا طلبه بتشارك في مسابقه روبو كاب في المانيا. جميل. كاس العالم في الروبوتكس. عندنا طلبه حاليا واحنا بنتكلم برضو بتشارك في امريكا في مسابقه الغواصات الاليه، والحقيقه شرفت ان انا كنت مشرف على فريق الاكاديميه العام الماضي وحصلنا على مركز ثالث في امريكا في ولايه كولورادو من اصل 62 فريق مشارك. فالحقيقه ده كان توجه هام بقياده الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج ان احنا البرمجه والروبوتكس والذكاء الاصطناعي والحاجات دي ما بقتش، واحنا كمان كشباب متميزين فيه جدا. يعني كلمنا بقى محمد عن البطوله الدوليه للبرمجه اللي اقيمت في الاقصر، بنتكلم على 111 دوله، مشاركه 2500 شاب من مستوى العالم كله. مشاركتك كانت عباره عن ايه وازاي حصدت فيها مركز متقدم؟ الحقيقه المسابقه انا بشارك في المسابقه من 2015، يعني شاركت في عده رولز مختلفه. فالسنه دي الحمد لله احنا يعني شرفت ان انا كنت ضمن الوفد المصري اللي قدمنا ملف استضافه المسابقه في موسكو في 2021. المسابقه في اخر خمس سنوات هي كل سنه الورلد فاينلز زي كاس العالم كده في الكوره، كل سنه بتبقى في بلد. فاخر خمس سنين كانت في روسيا وامريكا والصين، واحنا شرفنا بتقديم ملف المسابقه في موسكو 2021، والحمد لله ملف في مصر اتقبل بالتنافس مع سبع دول تانيين. فكانت المسابقه حدث هام جدا، والحقيقه النسخه اللي نظمناها في الاقصر كانت النسخه الاكبر عالميا في تاريخ المسابقه، المسابقه من 1977. جميل. لان احنا كان عندنا نسختين، النسخه 46 والنسخه 47، فكان عندنا ضعف عدد التواجد في اي نسخه اتعملت في اي بلد. 2500 واحد متأهلين من 75,000 طالب على مستوى العالم من كل جامعات العالم، هارفارد، ستانفورد، ام اي تي، كبريات الجامعات، شركات راعيه وشركات، حتى الطلبه دول بيعملوا بعد كده شركات ناشئه ستارت ابس اللي تقود الدول زي فيسبوك، جوجل. حتى كان عندنا بمناسبه ثوره الذكاء الاصطناعي الحاليه شات جي بي تي مدير الابحاث والتطوير في شركه اوبن اي اي اللي عامله التطبيق شات جي بي تي. فالحقيقه ان احنا ده كان يعني تكريم بصفتي عضو اللجنه العليا لاستضافه وتنظيم المسابقه، وحاليا كوتش لاكثر من 113 فريق، الفريق بيتكون من ثلاثه طلبه، وكمان ان شاء الله النسخه المصريه ال 113 فريق دول مشاركين في النسخه المصريه من المسابقه في يوليو القادم في الاكاديميه في مقر الاسكندريه في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا مقر ابو قير في اسكندريه. فالنسخه المصريه بيشارك فيها 10,000 طالب من كل جامعات مصر، بعد كده يتاهلوا للنسخه الاقليميه، بعد كده للنسخه الدوليه زي اللي احنا عملناها في الاقصر. ومش بس طلبه الجامعات، احنا كمان عندنا من 1 ل 8 سبتمبر القادم ان شاء الله بنستضيف 96 دوله في الاولمبياد الدولي للمعلوماتيه لطلاب المدارس في البرمجه وحل المشكلات. والاولمبياد الدولي ده يعني حاجه انشاها اليونسكو، ودي المره الثانيه مصر تستضيف، مصر والاكاديميه تستضيف النسخه دي. استضفنا قبل كده النسخه في 2008 في القاهره، فان شاء الله السنه دي تكون في مقر الاكاديميه في اسكندريه. ومش بس البطولات البرمجه والروبوتكس والذكاء الاصطناعي، لا كمان الاكاديميه تعتبر هب لاكاديميات كثيره جدا. يعني احنا حاليا واحنا بنتكلم
الاكاديميه في اسكندريه فيها بطوله العالم للخامات الحديث، وامس كان المؤتمر الصحفي لاعلان انطلاق البطوله بحضور معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وسعاده الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج. فالحقيقه ان الاكاديميه عندنا توجه هام جدا ناحيه الشباب، لان احنا بنؤمن جدا ان الشباب والعنصر البشري هم اهم حاجه في تنميه بكل تاكيد. بكل تاكيد. طب باشمهندس خلينا نرجع مره ثانيه للمسابقه، ويعني ما شاء الله حضرتك حصدت مركز متقدم. لو خلينا نشرح للساده المشاهدين يعني ليه تقدمت لهذه المسابقه، تقدمت بايه اصلا، كانت ايه معايير خلينا نقول معايير حتى اللي على اساسها بيتم التحكيم او اختيار المشروعات او اختيار المتسابقين؟ الحقيقه انا حاليا بشتغل في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا النفط البحري، وكنت اصغر عضو في لجنه استضافه المسابقه الدوليه، ولكن تكريم من الاتحاد الدولي او المؤسسه الاي تي بي فاونديشن ان هم اعطوني الجلوبال كونتريبيوشن اوورد لمساهمتي في تنظيم واعداد واستضافه المسابقه في مصر، لان انا خلال 8 سنوات 9 سنوات من 2015 لحد النهارده شاركت في نسختين، ودي الثالثه، نسختين دوليتين في روسيا والبرتغال. فده كان تكريم من الاتحاد الدولي. انا حاليا بدرب فرق عندي 113 فريق موجودين في البطوله المصريه، فده كان تقديرا منهم لمساهمتي في تنظيم واحداث البطوله في الاكاديميه كاصغر عضو في لجنه استضافه البطوله. والحقيقه ان ده مش مجهود فردي طبعا، المسابقه دي كانت حاجه كبيره جدا، مصر كلها كانت بتشتغل عليها، كل اجهزه الدوله طبعا رعايه حكومه الرئيس كانت صحيح. حاجه مهمه جدا. احنا معاك يا محمد، معاك يا باشمهندس محمد، بنشوف حتى الصور على الهواء من الاقصر، حاجه طبعا جميله وبديعه جدا وفخر لمصر انها تستضيف البطوله الدوليه للبرمجه. عايز اسالك كاصغر يعني منظم لهذه البطوله الدوليه، أهمية المشاركة المصرية في مثل هذه المحافل العلمية الخاصة بالروبوتس وغيرها من التكنولوجيا الجديدة، لأنه كمان مهم جدا التطبيقات والمشروعات الفائزة يتم تطبيقها في المجتمع، يعني تقدم خدمات في المجال الطبي، المجال الصناعي، المجالات المختلفة، إن تبقى الفكرة مش بس فكرة نظرية لكن فكرة قابلة للتطبيق وفيها كمان إفادة للمجتمع. طبعا يعني الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت بالظبط كده، احنا المسابقه هي عباره عن ثلاثه طلبه بيقعدوا على يعني الكمبيوتر لمده 5 ساعات يحلوا مشاكل من اصعب المشاكل اللي بتواجه العالم، مشاكل معقده بحلها بطريقه الخوارزميات وحل المشكلات. والحقيقه ان احنا مش بس بننتهي عند المسابقه طبعا، طلبه كتير بتطلع تشتغل في شركات زي جوجل وفيسبوك وامازون، حتى عندنا اول مصري شغال في شركه تسلا العالميه برضه خريج الاكاديميه. الفكره بقى ان احنا ننقل من المرحله الثانيه كمان، عندنا في الاكاديميه مركز رياده الاعمال بقى لنا 7 سنوات، فمركز رياده الاعمال بينقل بقى الطلبه من مرحله الفكره لمرحله التنفيذ. بيديهم التدريب والتطوير ان هم يقدروا يحولوا الفكره دي لمشروع وبزنس ناجح، وعندنا شركات كثيره طلعت من الاكاديميه ومن خريجين الاكاديميه في العالم كله، عندنا شركات يعني اتباعت مؤسسيها بعوها ب 300 مليون دولار. فالحاجات دي طبعا بتصرف في تنميه الاقتصاد بشكل كبير، وطبعا دي هي دي المستقبل، يعني هي دي حاليا الحاجات اللي بتقوم اقتصاد دول، زي ما بتشوف مثلا في امريكا سيليكون فالي، الشركات دي كلها هم اكبر 5 شركات في البورصه شركات تكنولوجيا، ما كان زمان شركات بترول وشركات طاقه وهكذا، لكن الحقيقه زي ما احنا شايفين دلوقتي نفيديا مثلا، شركه نفيديا في بس في 3 4 شهور تضاعفت قيمتها لانها تعدي مايكروسوفت 3 تريليون دولار. فالحقيقه ان احنا بنهتم جدا بالمجال ده، ان احنا مش بس نعلم الطلبه ويطلعوا يشتغلوا في شركات، لان هم كمان ياسسوا مشروعاتهم الخاصه ويعني يعملوا ستارت اب دي تساهم في توظيف وتطوير. احنا بنشكرك جدا وبنقول لك مره ثانيه الف مبروك المهندس محمد مونجي الحاصل على جائزه المساهمه الدوليه المتميزه من اكبر مؤسسه للبرمجه في العالم ضمن بطوله دوليه للبرمجه اللي اقيمت في الاقصر. شكرا ليك وصباح الخير مره ثانيه.